اجتمع سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء أمس الأربعاء مع السيد ليو زين من وكيل الأمن العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بحضور سعادة السيد باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان على هامش تقديم مملكة البحرين التقرير الوطني الطوعي الأول لأهداف التنمية المستدامة 2030 ضمن المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة المنعقد في نيويورك. وقد أعرب وزير شؤون مجلس الوزراء عن الشكر للدعم الذي قدمته الأمم المتحدة للبحرين خلال أعداد التقرير، مشيدا بجهود السيد ليو زين من وكيل الأمن العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية في متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، معربا عن اعتزاز المملكة بتعاونها المتميز مع الأمم المتحدة في كل ما من شأنه دعم جهود المملكة على صعيد التنمية المستدامة. وأكد أن مشاركة البحرين في هذا المنتدى وتقديمها تقريرها الطوعي الأول أسهم في تسليط الضوء على التقرير الذي أحرزته المملكة في تنفيذ التزاماتها للتنمية المستدامة 2030، مجددا التأكيد على التزام البحرين بتحقيق هذه الأهداف. ووجه المطوع خلال الاجتماع الدعوة إلى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لزيارة مملكة البحرين للمزيد من التنسيق بين الجانبين في كل ما يدعم جهود المملكة على صعيد التنمية المستدامة والتعرف على ما حققته البحرين في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على أرض الواقع. من جانبه أشاد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بما توليه البحرين من اهتمام وحرص على تعزيز التعاون الدولي مع الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة في مجال التنمية المستدامة، كما أشاد بما تضمنه تقرير البحرين الطوعي الأول من بيانات أظهرت مدى التقدم الذي أحرزته، مؤكدا استعداد المجلس لتقديم كل المساعدات والخبرات لمملكة البحرين لتلبية أهداف التنمية.